هكذا بدأت أول جلسة في قضية تفجير جامع دار الرئاسة. متهمون غائبون عن قفص الاتهام، انتقادات تتحرك صوب القاضي قبل أن يبدأ إجراءات المحاكمة تشكك في حياديته وموالاته أطرافا تتهم في الضلوع في الحادثة. نحن نحاول قدر المستطاع أن لا يتولى هذه القضية أي قاضي له ميول سياسية تخدم طرف من كان كان. للأسف القضاء شبه مشلول والنيابة عاجزة بسبب الانتماء الحزبي. التنحي عن نظر هذه الدعوة. الاتهامات ذاتها وجهت إلى القاضي السابق ودفعته إلى التنحي استشعارا للحرج وتكون مجددا سببا تعطيل المحاكمة، لكن القاضي الذي استمع إلى شكوى النيابة من صعوبة إحضار كل المتهمين أجل القضية إلى حين إحضارهم جميعا. التأجيل إلى جلسة الاثنين 19 ربيع الأول 21. قائمة المتهمين تضم شخصيات عسكرية وسياسية وقبلية بارزة أيدت الاحتجاجات ضد النظام السابق، وآخرين ممن شارك في تلك الاحتجاجات وما زال بعضهم رهن الاعتقال. لم تجد هناك أي أدلة، ما رأينا في ملف القضية عندما طلعنا عليه أن هناك محاولة لإخفاء آثار جريمة من الذي ارتكب جريمة جامع نهدن. التشكيك في كل ما يتعلق بهذه القضية يزيد من غموض حادثة تفجير جامع الرئاسة والتي لم تفك التحقيقات والغازها بعد، لكن الواضح أن المصالح والبواعث السياسية تتحركان كلما تحرك ملف القضية. أنصار النظام السابق يدعوا أنها أخونة، أن أخونة المحاكمة مثلا، وأنصار المشترك يدعوا بأن النظام السابق يلعب في الملفات ويلعب في وسيظل الصراع بينهما ولن ينهي هذه المسألة ويحسمها إلا رئيس الجمهورية. التعقيدات السياسية تربك للمرة الثانية إجراءات التقاضي في قضية تفجير جامع النهدين في ظل إعلان النيابة عن عجزها الصريح في إحضار كل المتهمين في هذه القضية. إيهاب الشوافي، العربية، صنعاء.